يا أخي واضح فرحة الغرب والنصارى كفرحتهم بالوليد، كفرحتهم بأبنائهم، فرحانين يا شيخ، مبين الضحكة والشدق العريض مبينين يا شيخ. فرنسا بتمد بسلاح عينك عينك، وأمريكا وإيطاليا وكندا. يا أخوانا أمريكا جائعة، ورب العالمين إنها جائعة. بريطانيا جائعة، قبل 20 عاما كانت أفقر دولة أوروبية. صرحوا هذا العام من الحكومة آلاف الموظفين، ويعدون فقراء ليبيا الثوريين بالمليارات. كيف يا شيخ؟ لو كان معاك وكلوا فيها. العجيب انه النخب الحزبية والفرق تهلل لهذه المصائب وهذه الجهالات. اي خلافة واي فرج يرجى؟ امامهم في ساركوزي ونيتو شمس. اقسم بالله انشعلك، انشعل فيك النار والله انشعلك. يا ثوار عطوه كيفك تفكروا؟ اسير شريح مسن كيفك تحقروا؟ يا حقار اقسم بالله انشعلك، انشعل فيك النار والله انشعلك. يا ثوار عطوه كيفك تفكروا؟ اسير شريح مسن كيفك تحقروا؟ يا حقار المسلم راجل يكره الحقره، مش جاهل من التاريخ متعلم ومدي العبره. سيري كي دار الثوره ما خممش بالخساره، تعاش بحلف الناطو تاع اليهود والنصارى. الشعب التونسي الاعزل كي طيح بالنعلي، خطاك وصل منع المواطن باه يصلي. الشعب المصري اعزل طيح مبارك حسني، خطاك عميل وهو اللي ضيع فلسطين. الثوره في افغانستان او فرق يا انسان، بين ثوره على الحريه وثوره على الاسلام. ملا عماها قردوه يا خمها بلا، قالوا لي باللي جهل كان من اول المشاكل. ثوره على الجهل يعني كي عدت جاهل، عبالك باللي جاهل ودير الثورة يا اخي جاهل. تستاهل والدليل باللي عقليتك حابسة، هبط اعلامك وبيدك رفع اعلام فرنسا. حبت فلونسا حبلي كاباري ولي بار، درتو العارة كي عدتو جوبان كبار. دري سيتي والمبلاش المازوط بحدا بلاش، الغرامة ما كانش في البنك الريبة ما كانش. الطالب لي يتخرج دارلو الزعيم شهرية، والليبي ممنوع ليه باه يخدم عند الليبية. عايش مكرم محترم وش تقول؟ لكن قول لك كل عام يجيه للدار حقهم البترول. قلبه بارد وحال يحس بالألم، ستندم يا داب يوم لا ينفع الندم. جرد مكمل بالدارجة انت كافي، كيف مهما شي في طريقي دعم فيها برنار ليفي. يا بهيم برنار ليفي يعني صهيوني، يعني هو اللي يقتل في خوك الفلسطيني. عدو صديقي افهم هو عدوي، يا حمار حل عينك شوف شوية وضوي. كي داروا الكاريكاتير وسبوا رسولك، غير القذافي سحب السفر تاعو من الدنمارك ونهار بوش عدم صدام في بغداد. غير القذافي وقف واعلن الحداد في وقت صارك ومجد الاستعمار الفرنسي. قذافي جاب من ايطاليا اعتذار رسمي. القذافي شيكور شكون قال فوز في امريكا بلا امك ويبقى زعيم زعماء افريقيا؟ كروه خطاك نار حكم الجمهورية، ترد كل القواعد العسكرية الامريكية. بكل عفوية يهضر مسكين بقلب صافي، ما يختلفوش اثنين على شجاعة القذافي. 8 شهر وهو يدعو للتفاوض، كان قادر يقتلهم كاملة مي قلبوا أبيضة. هما اللي شبعوا هما اللي حبوا الفوضى، قتلوا خاوتهم به إسرائيل تحصد الفايدة. يا أخي هجموا على مخازن السلاح كيما الهمج، وطاحوا على الذخيرة سربي سربي خرج خرج. ومشوا منطق به الحكومة تبقى تتفرج، وكان صرات في الماريكان قول لي أوباما ما يهدرش. ومن الأسباب الأخرى اللي خلات الماريكان تطمع في ليبيا هي لاكريز مونديال. من جهة به تدير اتفاقيات كبار على البترول التسليح وإعادة الإعمار، ومن جهة أخرى بها تضر المنافسين القوى الاقتصادية كيما روسيا والصين. والدليل كي تشوف الصين عندها شركات في ليبيا خسرت مليارات الدولارات. ونرجعوا للثوار ليدرهم الناطو حمار، ما فاهمين والو قاعدين يحاربوا مع الكفار. يوم مسلم يقتل مسلمة في الشريعة حرام، ونعلبوا الحرية اللي تجي على حساب الإسلام. والإعلام تاع الخنزيرة ودمار بالمازوطة قاعدين يطفيوا في النار. غير الأخبار من جهة واحدة ما فهمناش، أمير قطر قتل بابه وعلاه ما هدروهاش. مثال صغير على التأثير شوف وين راحوا. نهار قالوا باللي سيف الإسلام سلم روحه، حبوا يطيحوا من قيمته للمشاهدين باه يطيحوا من عزيمة المجاهدين. أثروا في الناس عادة الديمقراطية تجي قبل الإسلام.
الإسلام سينو ديكتاتورية أبوكي عاد معمر ديكتاتر ماله هتلر خاطي ستالين وحده قاتل 20 مليون سوفياتي عادي عادوا يلعبونا بالعقول ياخي ضحكنا على القذافي في الأول قلنا مهبولة كي قال ذم إرهاب حابين غير البترول في الأخر صح صدق في كل وش كان يقول كي عاد الوحيد اللي قاعد ينادي بالوحدة كي عاد الوحيد اللي فضح الأمم المتحدة محال يتحاكم لازم يقتلوها وخطر على أمريكا أوروبا إسرائيل وقطر والمسلمين حظ ظلمي متخدراتي دارت لهم الجزيرة تنويم مغناطيسي حيرين وجامي قالوا وعلاه تتضرب غير أمة الإسلام أمة العرب إسلام ثوار الناطو عنده معاني أخرى تكبر وتتعدى جنسيا على الأسرة صار كيفك الرسول تعنا وصى صار كيفك تتعامل مع الأسرة يا حمار مفهمتيش درس عمر المختار نهار حكم أسير من إيطاليا وجدار وانت تنكل بجثة لوكلك وقراك يا والحرية بلا إسلام غير مسحبها خراك كي تقول لك تل الآلاف انتك مضبع مسلحين متمردين نشوفوا يدي الربع مشها بلاد القذافي ليبيا بلاد الحبيب يا وعيب تقتل مسلم تحت رايد الصليب معليش نموت صابر ما وظالم القذافي بصح محال نقتل مسلم كيف وكيفي عزيز وقوم ذل بالكف يتضرب شوهت صورة الإسلام والعرب كي تقول لي جاهل لا هو على باله بيك جاهل عادي كي خاطب في الجميع بأسلوب سهل كان انتم بركة فقتوا للماسونيين القذافي هدر عليهم في 88 اللي قالوا صرا يا اخي شفناه وش تحساب مشي تنبؤات اش اللي هدروا كل حساب ومن الاسباب اللي خوفت امريكا والموساد حب يزيد الدينار الذهبي للاقتصاد شوف معايا تخمامة تعهد الانسان حب ينصر الاسلام ويوحد الاوطان ميخانه الاعلام وخانه الجردان كي قراني محال نركع للماريكان يا اخي اقترح مشروع الوحدة في العلن قالهم ما تساعدناش كل واحد يعيش في وطن قالهم بترول ليبيا مشو تاع الليبي قالهم من حق التونسي السوداني والمغربي تحية ليك في عيني راك انتصرت تحية ليك في وجدت وش هدرت تحية ليك في عيني محال خسرت تحية للي ولد في سرت ومات في سرت تحية للرجال البرد والبندقية تحية للي بار في الخيمة العربية وقف تحية تحية احترام وافي للقائد الزعيم معمر القذافي قائد الزعيم معمر القذافي معمر جدع بالسلام بالديار اول شهيد سقط فوق الحوش اول معركه عمل احداث انا ساموس معه شهيد وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم يجب دعمه وحشد كل إمكانيات وراء الخندق الفلسطيني لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية من محيط الخليج. هذا يتأتى بالوحدة فورا توزيع الثروة على كل سكان الوطن العربي وبترول العرب للعرب. تونس ما عنده بترول، ليبيا عنده بترول، غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك لليبي وملك للسوداني وملك لليمني. الشعب الجزائري اللي يدك البير شرب، ويجب ألا نكون مثل الشعب الفلسطيني مرة أخرى. اليوم ليس هناك حماية للوحدة العربية، ما تسمعوش أي كلام يا وحدة. العرب يراد تشتيتكم، هذا تحدي أمة تتحدى فيكم، يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها مش تطاطوا الرأس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر،